ما نخليش السفراء بتوعنا يشتغلوا بروح الثوره وليس بروح الموظف. شيء طبيعي ان انا ممكن لو اشتغل من لو ما عنديش ثوره، لو ما عنديش مشاكل، لو ما عنديش صوره مغلوطه في الخارج ممكن اشتغل. هو في بعض الجهود بس فرديه، يعني مفيش منظومه كامله بيعمل فيها. طب استاذ ايمن، نحن بما تتحدث عنه الان، نحن نتحدث عن الدبلوماسيه الرسميه ام ايضا الدبلوماسيه الشعبيه؟ في الحقيقه الكل بيكمل بعضه، حتى بعيدا عن الدبلوماسيه الشعبيه وبعيدا عن الدبلوماسيه الرسميه، حتى الاشخاص ليهم دور. لما يكون رجل اعمال ليه مصلحه في اي بلد ويروح يعمل صفقه ويروح يشتري حاجه ويروح يبيع حاجه، عليه دور وطني ان يقول ان حصل في مصر دي ثوره، ثوره مكتمله الاركان، وان كان في ممكن تحصل حرب اهليه، وان الجيش ما عملش انقلاب، وان الجيش انحاز للشعب. ده دور وطني يقوم بيه كل واحد، كل صحيح. شخص هو سفير لبلده، هو سفير شخص. سفير. طب في هذه النقطه لكن تحديدا دور الدوله في تصوري، دور الدوله هنا مهم، انها تعمل نوع من الهارموني، نوع تنسق بين كل ده بحيث يصب الهدف. وهل هذا موجود الان؟ اعتقد انه غير موجود، وبدليل ان مصر الحقيقيه لم تصل الى الصوره الناصعه البياض اللي هي عليها في الخارج. ان جماعه الاخوان المسلمين، لك ان تتخيلي مثلا ان جماعه الاخوان المسلمين بيشتروا صحف كامله، بيشتروا مراكز ابحاث كامله. انا عايز اقول لك ان احدى المظاهرات اللي طلعت تؤيد قطر لما اتسحب الدول الثلاثه اللي هي السعوديه والبحرين والامارات، سحبوا السفراء من قطر، قدرت قطر اللي تابعين ليها واللي تتواصل معاهم بشكل كبير جدا انهم عملوا مظاهره لصالح قطر في لندن، خرجت فيها احد الباحثات كان معروف عنها قبل كده انها سيده فير ويعني وعلى مسافه واحده من كل الناس، لكن اكتشفنا في هذا اللحظه انها اخوانيه ونتواصل مع جماعه الاخوان المسلمين وانها بتعمل دعم كبير قوي لقطر. ليه احنا ما بقاش عندنا جماعات ضغط؟ ليه ما مش هقول نشتري جوه مراكز الابحاث دي اشخاص؟ لا بالعكس، احنا كلنا اصدقاء، احنا نوصل الحقيقه، كلنا اصدقاء. نوع حاجه مهمه جدا جدا، السفارات الاجنبيه في مصر بيعمل فيها مصريين. هذا المسؤول المصري هو عين السفارة الأجنبية في مصر. لماذا لا تقوم وزارة الخارجية بعمل اجتماعات حتى شبه دورية كل شهر أو كل شهرين تطلع هؤلاء على يعني حقيقة الوضع في مصر؟ لأني أنا أعرف أن هؤلاء المصريين، باعتبار أنا محرر دبلوماسي في الأساس، أن هؤلاء المصريين بيشتغلوا في السفارات الأجنبية في مصر، كل سفير بيعمل اجتماع الصبح يقول لهم إيه اللي حصل في مصر، الحكم ده بتاع القضاء اللي حصل في المنيا، أي تفسيرك ليه أنت كمصري كموجود كواحد مصري تشتغل في السفارة؟ هذا الشخص بينقل رؤيته هو، لو متأثر برأي جماعة معينة بينقل رأي هذه الجماعة، هذا السفير ينقل التقرير لبلده ويتبني عليه قرار وإحنا نخسر في هذا الموضوع. لماذا لا تقوم وزارة الخارجية بدور في هذا الأمر؟ فاحنا عندنا حاجات كتير قوي ممكن نعملها سواء في الخارج أو في الداخل. وبصراحة بمنتهى الأمانة، رغم يعني تقدير البالغ لوزارة الخارجية ووزير الخارجية والمتحدث الرسمي، هناك سفراء لا يعملون. وأنا أقول لحضرتك مثل واضح جدا، أنا كنت في العراق من أسبوعين وكان في وفد مصر هناك في فندق، في مقيم فيه كل الدبلوماسيين، يعني كل السفراء عشان المنطقة الخضراء هم مقيمين في نفس المكان اللي فيه الوفد المصري وكل الوفود. كل سفير بدا يدور مين الوفد، يعني مثلا سفير البحرين قاعد يدور مين جاي من البحرين راح يقابله وحصل ايه في المؤتمر، وبدا يتفاعل لانه كان مؤتمر عن مكافحه الارهاب. يعني كان مهم جدا ان احنا نلعب فيه دور كويس. لم يحدث الوفد المصري. انا بالنسبه للوفد المصري هم قعدوا يبحثوا عن السفير المصري، ما كانش موجود، غائب. طب ده على مستوى الخارجيه، مستوى الاعلام، يعني هو موضوع هام جدا. يعني احنا مثلا اتكلمنا عن قناه الجزيره وخروجها في سنه 95 وما ده حدث بقى في يعني ما كشفت عنه الايام في تغطيتها للثورتين، وطبعا بالاخص 30 من يونيو. لها ما لها وعليها ما عليها، وده موضوع احنا يعني مش ده يعني ده التركيز عليه. ماذا فعلت مصر؟ يعني هو فكرة الكشف انه ده بيسيء او ده كذا اوكي، ولكن ليس هذه ليست كل الحكاية. صحيح. يعني لازم يكون في رد فعل عملي وحقيقي لرد لي انه يعني اوفسيت، او ان احنا نوقع هذا التأثير. صحيح. اذا كان هناك تأثير. صحيح. واكيد في تأثير، انت عارف طبعا لغة الاعلام وكي وتصل للملايين. صحيح. ماذا فعلنا مثلا في هذا البند؟ اولا فيما يتعلق بالملحقين الاعلاميين في السفارات في الخارج، احنا عندنا في كل سفارة ملحق اعلامي. يعني انا كمحرر دبلوماسي، الملحق الاعلامي في اي دوله هنا لاي دوله في مصر بيتسابق انه يتصل بيا، ان في المناسبات بيدعيني، لما يكون عندهم مناسبه خاصه بينا في مصر يتصل يعني يقول لي مبروك على الحاجه دي اللي حصلت في مصر، وعنده مناسبه هو بيدعيني، بيعمل فيه تواصل. فلو حصلت مشكله بينه وبين بلده وبين مصر في اي وقت او حصل سوء فهم او ما الى ذلك، هو بيتصل بيا وبيقول لي. فانا لما اكتب تقرير كصحفي او حتى اتكلم في التلفزيون او ما الى ذلك، بنقل وجهه النظر هو اللي قاله لي
كان دور مهم او لعب دور مهم في صياغه فكرتي، في صياغه اتجاهي. المستشار الاعلامي المصري عمل ايه في الخارج؟ ما عملش اي حاجه. يعني التواصل مع وسائل الاعلام المؤثره، لك ان تتخيل ماذا فعلت المكاتب الاعلاميه المصريه مع الصحف الامريكيه. الصحف الامريكيه اللي كل يوم الافتتاحيات بتاعتها بتشتم مصر وتشتم الجيش. ايه عمل المستشار الاعلامي هناك في لندن؟ اذن المقاطعه، هل تعتقد هذه الجرائد التي تخرج بهذه المنشطات او العناوين والمقالات ده اللي واصل لها، فبالتالي بيكون ده راي كتابها، ام كتابها دول اصلا فيهم مشكله زي المراكز البحثيه؟ حتى لو عندهم مشكله، حتى لو عندهم توجه، معروف في كل دول العالم حق الرد. يعني لما الصحيفه دي تهاجم مصر او تهاجم الجيش المصري، اليس واجبا على هذه السفاره او تلك، على هذا المستشار الاعلامي او ذاك، ان يبعت تصحيح، ان يتواصل مع هذا الصحفي، مع هذا الكاتب؟ ليه ما بتعملش كده؟ بنعمل ده بس محدود جدا، يعني ومش بشكل تنظيمي او بشكل منظم. ليه تتخيل ان جماعه الاخوان المسلمين يبعتوا وفود لجنوب افريقيا وجنوب، احنا عارفين ان جنوب افريقيا بتنافس مصر على مستوى الافريقي وفي تنافس سياسي، احنا عارفين ان مدام زوما في الاتحاد الافريقي مش مبسوطه ان مصر ترجع، لكن هل نستسلم لكده؟ احنا لازم نشوف مدام زوما دي بتفكر ازاي، ولازم نتعامل معاها، نبعت لها وفد مخصوص، زي ما جماعه الاخوان المسلمين بعتت وفد واثنين وثلاثه لجنوب افريقيا. دايما هي مشكله رؤيه أم مشكلة إدارة؟ بمعنى هل إحنا في منظومة ولكن لا تدار على أرض الواقع صحيحة، أم ليس هناك أصلا رؤية؟ لا لا، إحنا عندنا منظومة وعندنا موظفين على أكفأ. يعني أنا عايز أقول لك على حاجة، أنا أتصور أن وزارة الخارجية المصرية فيها دبلوماسيين من أكفأ الدبلوماسيين في العالم، ومصر لها تمثيل دبلوماسي من أعلى التمثيل في العالم كله. يعني مصر تقريبا لها سفارات وبعثات دبلوماسية في أكثر من 160 دولة في العالم، وبالتالي مصر لها حضور. لكن هذا الحضور لا يجب أن يفعل، هذا الحضور ربما ليس بالأنياب، يعني هو موجود وممكن يحضر وممكن يتكلم، لكن محتاج أن يكون يشعر أنه في ثورة، يشعر أنه في مشكلة وهذه المشكلة لابد أن تحل وفي أقرب وقت، يحس أن في يعني في صورة مغلوطة. تغيير الصورة ده مهم جدا جدا. كل دول العالم ممكن تتعرض في وقت ما أن صورتها تتهز في دولة ما أو في منطقة ما. دور وزارة الخارجية، دور المكاتب الإعلامية الخارجية أن تقوم على تصحيح. لما نيجي من 30 يونيو حتى الآن ونلاقي لسه صحف بتقول ان اللي حصل في مصر انقلاب، انا اعتقد ده تقصير. احنا بنقصر في حق نفسنا. من حق قطر ممكن تعمل مؤامره، الاخوان يعملوا مؤامره، تركيا تتامر علينا كما تشاء، كل الدول تتامر، لكن احنا ما فيش حد يساعدنا الا نفسنا. طب اسمح لي، في بعض المتفائلين يقولون يعني هذه تقارير وهذه دراسات وهذا اعلام يعني يقال على الشاشه لنا او للعالم ان يرى ماذا يحدث على ارض الواقع، فالمتفائلون يقولون بان الانتخابات الرئاسيه قادمه وان الاستحقاق الاول تم بنجاح حل الدستور وكذا، فهو ده الرد الابلغ. صحيح، ده مهم جدا، يعني كونك تعملي حاجه على الارض، هو حتى وزاره الخارجيه بتعكس حاجه موجوده. لكن هل كافي؟ لا طبعا غير كافي. اولا انت لما تعملي حاجه كويسه ربما تكون هناك قضيه عادله جدا، لكن محامي فاشل. صحيح، اذا ممكن ممكن ياخد اعدام صاحب هذه القضيه. اذا احنا عندنا خريطه الطريق وبنمشين عليها بخطوات ثابته للغايه، حصل الاستحقاق الاول وبنجاح مبهر جدا، الانتخابات الرئاسيه قادمه وانا متاكد مر بشكل يبهر العالم، سوف تكون هناك رقابه دوليه من الاتحاد. امبارح كاثرين اشتون وافقت ان يكون في رقابه من الاتحاد الاوروبي على الانتخابات، وسوف يكون هناك شهاده. احنا مش محتاجين شهاده، لكن ده مهم جدا ان يحصل. لا نعيش وحدنا يعني. بالظبط، هيكون في جهات يعني دوليه واقليميه وعربيه. كان في قبلها وفد لجنه الحكماء الافريقي ايضا برئاسه كوناري، وكان هناك تصريحات ايجابيه. كوناري كان بيقول، هو قال كلام ايجابي، وان كنت انا شخصيا على المستوى الشخصي اعتقد ان هذه اللجنة تحديدا التي زارت 3 مرات لم تنصف مصر. يعني هذه اللجنة وألف عمر كوناري زاروا مصر والتقوا بشخصيات قالت لهم كلام قوي للغاية، لكن كل تقاريرهم، وأنا قريت كل التقارير اللي قدموها، لم تعكس الحقيقة. كل التقارير كانت يعني ربما يعني هو بيساوي بين الطرفين، بيقول الطرف ده قال كذا والطرف ده قال كذا، وربما يبرز وجهة النظر الأخرى عن وجهة النظر الغالبة. يعني للأسف هو بيساوي مثلا 2% في رأي 2% أو 1% ب 99%. وبالتالي أنا أعتقد أعتقد أن كل الكلام اللي قاله ألف عمر كوناري والوفد بتاعه في الجولتين اللي فاتوا كانوا بصراحة غير وحتى غير الثالثة غير منصفين. لا، الثالثة احنا لسه هنشوف هيعمل ايه. هو قال هنا في مصر بيقول كلام مكرر، يعني هو بيقول ايه؟ ان مصر محتاجة للاتحاد الافريقي والاتحاد الافريقي محتاج لمصر. دي مسلمات، ايه الجديد؟ مفيش جديد. انا محتاج منه انه يقول اللي حصل في مصر دي ثورة حقيقية. كان بيقول ان مصر كانت مقبلة على حرب اهلية، وان اللي حصل ده انقاذ للدولة المصرية من الانهيار، وبالتالي اللي حدث في مصر دي ثورة حقيقية. لكن يقول
ان احنا هنستنى شهور عشان نغير قواعد الاتحاد الافريقي اللي بتقول ان اللي حصل في مصر انقلاب، وبعدين ده كلام يعني كلام ساذج وكلام انا اعتقد لا يقنع المصريين، لكن اعتقد ان مصر تحسن التصرف عندما تفتح الباب وتقول لهؤلاء ليس لدينا ما يخفيه. الاتحاد الافريقي اتفضل. كسر الاشتون في ناس ضد زيارتها، لكن انا مع وجهه نظر وزاره الخارجيه، اهلا وسهلا بيكي، احنا ما عندناش اي حاجه نخاف منها. وانا قلت شيء مهم جدا، ان في فرق كبير قوي بين زياره كسر الاشتون امبارح وكل الزيارات اللي قبل كده. اللي قبل كده كانت كسر الاشتون بتيجي وكانها وسيط بين طرفين، انها عندها افكار لما يسمى بمصطلح المصالحه او ما الى ذلك، وكان ده مستهجن من قبل وكان ده مستهجن ومرفوض. لكن اللي حصل امبارح كان مختلف، ان كسر الاشتون جاءت لتستمع من الدوله المصريه، جاءت لتستمع من الرئيس المصري، جاءت لتستمع من وزير الخارجيه المصري، جاءت لتستمع من المرشحين المحتملين للرئاسه المصريه، وبالتالي الوضع اختلف تماما، ومصر بقت في موقع اقوى وموقع افضل بكثير قوي مما كان خلال زيارات كسر الاشتون في المرات اللي قبل كده. نعود مره اخرى بقى الموضوع قطر، يعني تبعتك للقمة العربية، يعني هل هناك أي بوادر إيجابية من قبل هذه الدولة، يعني وأنت متابع للقمة وعودتها مرة أخرى، يعني مش عايز أقول إلى رشدها ولكن إلى يعني مكانها الطبيعي، كيف ترصد هذا الدور؟ وفي عجالة وإحنا على أبواب الاستحقاق الثاني من خريطة الطريق، ما يجب فعله ضد يعني المال القطري ده؟ واحد من مخاوف عدة أو من تحديات عدة بالطبع من جهات متعددة، ما يجب علينا فعله كدولة مصرية؟ وأيضا كيف ترى قطر في الفترة دي؟ أولا فكرة المصالحة بين قطر والدول العربية دي غير واردة في الفترة اللي جاية. أنا في بعض الناس بيقولوا خلاص قطر هتغير سياستها، قطر هترسل مجموعة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين اللي موجودين على أرضها، هي هتبعتهم ممكن إسطنبول، ممكن تبعتهم حتى لندن، أو بعد التحقيقات الأخيرة في لندن ممكن تبعتهم لتونس، لأن راشد الغنوشي قال لهم أهلا وسهلا بكم في تونس، أو السودان أو ما إلى ذلك. لكن هيظل الدعم القطري لجماعة الإخوان المسلمين، الدعم القطري لعمليات الإخلال بالأمن الخليجي سوف يستمر. أنا في تصوري، لأن حصل اجتماع في شهر سبتمبر اللي فات، قمة ثلاثية جمعت خادم الحرمين الشريفين وأمير الكويت وأمير قطر، وطلب أمير قطر أنه يحول أو يعمل تعديل في سياسته خلال 6 شهور. لكن عندما تسحب السعودية والإمارات والبحرين سفراءها من قطر قبل القمة العربية بأيام، ده معناه أن منحنى الخلاف يتصاعد وليس صحيح ليس حتى لم يتم مناقشة أصلا الخلافات وقالوا أرجأوها. بالضبط، يعني معروف أن القمة العربية عندهم يعني ما يسمى بسيناريو الترحيل، يعني رحل القضايا يعني يناقشهاش في الأساس. وبالتالي حدوث انفراجة قريبة بين قطر والدول العربية، لا أقول بين قطر ومصر، لأن مصر ما أعتقدش عمرها ما عملت مشكلة مع الدول العربية، المشاكل جايه من قطر، بين قطر والدول العربيه لن تحدث انفراجه الا اذا غيرت سياستها. في المنظور القريب والمتوسط في تصور الشخصي لن يحدث هناك تعديل في الموقف القطري، لكن ربما بعد ان تنتهي الانتخابات الرئاسيه والانتخابات البرلمانيه ويصاب يعني حكام قطر بالاحباط الكامل ويتاكدوا ان كل المخططات فشلت، والرعاه الرسميين لهم في الغرب يتاكدوا تماما ان هذا صحيح. سيناريو فشل ولا يوجد اي مجال نأمل هذا. وقطر لازم تفهم انه كمان يعني ماذا ما يحدث من الدول العربيه وخاصه مصر في انها مهتمه بالوضع، انه اسفا عليه وليس خوفا منها. بالتاكيد، يعني احنا لا نخشى من احد، واعتقد لو مصر تخشى من احد ما كانش فيه بقى ثوره 30 يونيو صحيح. لان كل العالم اتصور ان كان الغالبيه ضد اراده الشعب المصري في 30 يونيو صحيح. لكن الشعب المصري واصراره وقوته وجيشه وشرطته وقضائه واعلامه ونسائه ورجاله هم اللي أكبر العالم شيئا فشيئا أن يعترف بهذه الثورة. صحيح. في نهاية أستاذ أيمن سمير رئيس تحرير جريدة السياسة المصرية، شكرا لوجودك معنا اليوم على شاشة النيل الأخبار. شكراً. والشكر موصول لكم مشاهدينا، شكرا لطيب المتابعة، غدا مشهد جديد وفريق عمل جديد، إلى اللقاء.